وان شاء الله يا رب الله يحمي سوريا ويحمي شبابها يا رب ويحمي الجيش يا رب يا رب. إرادة الحياة أسمى وأقوى من أن تهزم، هي إرادة وتصميم أبناء بلدة عدرا الذين هجرتهم منها العصابات الإرهابية المسلحة بمختلف مسمياتها وشعاراتها. اليوم أراد المئات من أبناء هذه المنطقة قول كلمتهم والدخول رغم أنف الإرهاب إلى منازلهم وأحيائهم. يعطيك العافية، كيفك؟ شو أخبارك؟ الله يخلي لي إياك. لوين رايحين هلا أنتوا؟ لوين داخل؟ البلد هلا، على عطر البلد. شو بدكم تسووا؟ ليش داخلين هلا؟ شو فوت على بيوتنا إن شاء الله، والله يحمي الشباب. المشكلة بسوريا انتهت بإذن الله تعالى، وهمة الجيش العربي السوري، وهمة الشباب كلها. إن شاء الله. والله يرجع يفرج عن كل سوريا، نرجع على بلادنا يا رب. أنتوا الفترة طلعتوا منا، احكوا لي شو صار، كيف طلعتوا وليش طلعتوا؟ شو صار؟ فاتوا المسيرنا وطلعنا، بهدلنا وتشرشحنا. وبدنا نرجع لبيوتنا. الله محيي الجيش، والله محيي الجيش. هلا انتم مع دخلتكم في مجموعات ارهابيه مسلحه جوا اللي هجروكم، شو راح تحكوا؟ شو راح يصير؟ بنحكي في الواقع، نحكي الواقع، نحكي الواقع، بدنا نحكي الواقع. هم اللي هجرونا، هم اللي شردونا، ما لنا غير بلدنا، ما لنا غير وطننا، راح نرجع ولو انه على الموت. هو اللي بدهم اياه يعملوا، حتى لو ما في بيوت، حتى لو ما في بيوت راح ننام بالشوارع. المهم الواحد ماله غير بلده. ما حد ساعدنا غير الدوله، ما حد طعمانا غير الدوله، ما حد قال لنا شو عايزين غير الدوله. الان اهالي مدينه عدرا يدخلون الى قلب مدينتهم والى بيوتهم وممتلكاتهم عبر هذه الحافلات التي تقول لهم الى داخل مدينه عدرا. بعد تجمعهم تحركت الجموع من الاعمار كافه باتجاه بلدة عدرا، وكنا معهم لنرصد واقع الحال. وهنا كانت نقطة التحدي، لحظة دخول أبناء عدرا إلى بلدتهم ومواجهتهم الإرهاب بأيد لا تملك إلا الإرادة وحب الوطن. تراجع ما فيه، تراجع ما فيه، تراجع ما فيه يا شباب. يلا والله حيكون، الله حيكون، والله حيكون. يلا نحن فاتين من تحدى أي إنسان يمنعنا على بيتنا. شنو عليه؟ واحنا مطلب جماهيري، هذا الدخول هذا مطلب جماهيري، ما هنا تراجع عنه. عدسة كاميرتنا بقيت مرافقة للجموع المتوجهة لداخل بلدة عدرا. دقائق معدودة بدأت بعدها العصابات الإرهابية بإطلاق النار والقنص وقذائف الهاون على الأهالي العزل لثنيهم عن إرادتهم. إصابات بين أهالي البلدة المتحدين للإرهاب من أطفال ونساء وشيوخ، ومع ذلك دخل إلى عدرا البلد المئات من أبنائها. بضائع أخوف على الإسعاف، بدي بضائع. الكلاب اللي صار يعوش علينا، أبو قذيفتين هاون علينا. كم واحد؟ أنا وأبي آخر شيء، أبي ختيار ما بيحسن يمشي. ليكوا على الباب. الحمد لله. الله يسلمك يا رب. الأول ضربة والثانية نزلت كادفة بين العالم. وتاني كادفة واشتغل ضرب رصاص. شو صار باللي شفينا ضرب بالقصايف معنا اولاد صغار بالشمس هيك؟ مو حرام؟ ان شاء الله ما يضل ولا واحد من هون، ان شاء الله يا رب. اصر اهالي بلدة عدرا المهجرين من مساكنهم نتيجة عمل العصابات الارهابية من كسر حاجز الخوف والعودة الى موطنهم الأصلي، وقمنا في محافظة ريف دمشق بتأمين وسائط النقل اللازمة لهم وتأمين كل مستلزمات ضمان عودتهم، إلا أنهم وخلال دخولهم تعرضوا لإطلاق النار وتعرضوا لقذائف الهون، حدثت عدة إصابات، تم إجراء الإسعافات الأولية ونقلوا إلى المشافي المختصة لإجراء العلاجات اللازمة. معاودة الكرة مستمرة وتحد للإرهاب قادم، هذا ما يصر على قوله وفعله أبناء بلدة عدرا البلد. إذن هو تحدي جماهيري من أبناء مدينة عدرا لدخولهم إلى قلب مدينتهم بعدما عانوه من المجموعات الإرهابية المسلحة التي هجرتهم من قلب مدينتهم ومن منازلهم. لأخبار التلفزيون العربي السوري، طاهر حيدر، عدرا، ريف دمشق.